هلا بالزين، تسلم والله يا آه. ابو عبد العزيز. الحركات الطيبه ما تجي الا من رجال اي الطيب. نعم يا الله اي وجهك والله، نعم ان شاء الله تبارك الله. ايس كريم هذا اللي برد على القلب والله. عطوا سامي، عطوا ابو اسامي، عطوا سامي. هلا ابو احمد، وين الناس يا بعد عمري؟ من طول الغيبات جاب الغنايم، والله عاد ما يجي الا بخير. ابو احمد ذبيحتين في الثلاجه جابوهم وياه وجو. الله يكثر خيرك يا ابو احمد. ما شاء الله تبارك الله، والله ما تحلى الجلسه الا مع هالجح الزين. عاد احنا نسميه جح، ناس يسمونه رقي، ناس يسمونه حبحب، ناس بطيخ، كل ناس لها اسم. احنا نسميه جح في النهايه. ما شاء الله تبارك الله، ابو احمد يختفي، يسالون عن الناس وينه، ما يجي الا في الشعر مره. تدري متى يجي ابو شبريت؟ اذا تكلمت قلت شيء والله لا دخل. لا تخوفني، لا انت لا لا لا، بس خلنا اقول لهم عاد متى تجي يا ابو احمد. ابو احمد ما يجي الا اذا زاد علينا الحساب في الملحمه. يجي يجي مرة في الشهر يقفل حساب. رجع بالدفتر. شلون نتحاسب وياك لما تدري؟ زين يا ابو احمد، بكره لا دوام، يعني اليوم مو بجاي تاخذ الحساب؟ لا جايك عشاء. الله يطمن قلبك. الله يطمن قلبك. بس ما جو عنده.